قصتنا من سحر وتهليش ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا اطفال، واش راكم لاباس؟ راكم مهيلين بهاد الرسومات هادو كامل، راكم فرحانين لكم عند عمو يزيد. اذا مرحبا بكم في حصه مع عمو يزيد، وكذلك الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا وحابين يحضروا كما حضرتوا انتم، ما عليهم الا يتوجهوا للانترنت عبر موقعنا بهذا الشكل هذا. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا عبر موقع الانترنت نطلبوا منكم شيء فقط، شوية الصبر لأن التسجيلات كثيرة. عمو يزيد حب يجيبكم كامل الحصة، تحبوا العصافير؟ إذن شوية تاع الصبر راح تلتحقوا بينا كامل. اليوم راح نكتشفوا يوم عالمي مهم. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين. إذن احنا مدابينا نتوقفوا باش نتعاطفوا مع هاد الناس المهاجرين واللاجئين اللي ما اصبحش عندهم وطن، نتضامنوا معهم ونتعاطفوا معهم. يا اخي يا اطفال تحبوا الالغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة؟ نعود اللغز: ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة؟ انتوما والأطفال لما يشوفوا فينا تاني يقدروا يفكروا ويجاوبوا عن اللغز عبر الانترنت عبر موقعنا بهذا الطريق. انت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر اسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. تنفكروا انتم اصدقائنا الاطفال اللي مشوفوا فينا الى غاية نهاية الحصة، وقبل هذا راح نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري مع نور الهدى. إذا تصفيق على نور الهدى، مرحبا بك، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد أحمد توفيق المدني. بعد الاحتلال الفرنسي في الجزائر 1830 وفشل ثورة 1871، انتقلت أسرة أحمد توفيق المدني إلى تونس هروبا من بطش المحتلين، حيث ولد في 1 نوفمبر 1889 ودرس في جامعة الزيتونة. رجع إلى الجزائر التي حل بها سنة 1925، فوجد المناخ مهيئا سياسيا وفكريا لاستقبال قلمه وحيويته السياسية، فشرع يؤلف في تاريخ وطنه ويكتب المقالات المختلفة في القضايا الوطنية والعربية والإسلامية عموما، كما صار عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكان من أهم شخصياتها ومن أبرز الأقلام في صحفها، خصوصا بإسهامه الفاعل والمدوي في جريدة البصائر التي ترأس تحريرها حتى سنة 1956 ميلادي، حيث أمر بالسفر إلى القاهرة ليكون عضواً في الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني، ثم صار عضواً في الحكومة المؤقتة حتى الاستقلال، فأسندت إليه حينئذ وزارة الأوقاف، كما عين بعد 1965 سفيراً ووزيراً مفوضاً في أكثر من بلد إسلامي. خدم وطنه سياسياً، جهد الرجل سياسيا وفكريا حتى كانت وفاته في خريف 1983، فانتهى أحمد توفيق المدني السياسي وبقي المفكر والمؤلف والأديب خالدا في وجدان أمته بآرائه ومواقفه التي تعكسها آثاره المنشورة ككتب وعيون مقالات في صحف عربية وإسلامية ومنها الجزائرية أهمها البصائر. وشكرا. برافو 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 يا أطفال. أنا جبت لكم أغنية، هذه الأغنية واسمها
بيتنا يا أحلى بيت. يلا هتغنوها كامل معي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأوايا في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. إذن يا أطفال، إحنا كامل عندنا بيوت، إذن اليوم نفكروا شوية في الناس اللي ما عندهمش بيوت، ما عندهمش مأوى، هم المهاجرين وكامل، اليوم على الأقل نضمنوا معهم. يا أخي واش رايكم نروحوا دركا الالعاب الخفه؟ يلا رحبوا معايا كامل بعمو امين اللي جانا من مدينه سطيف. مرحبا بك عمو امين، تفضل تفضل.
برافو برافو برافو. عجبكم عمو أمين يا أطفال؟ إذن دركا راح نلحقوا الحكاية اليوم اللي هي العش الغريب. يلا كامل معايا يا أطفال. كما وعدتكم هنحكي لكم اليوم حكاية العش الغريب. واحد النهار كان واحد الزوج عايش في عش مع خوته، يروح في النهار وكامل، وفي الليل كيجي يرقد في هذاك العش هذاك، يقول لك أنا ضيق في هذا العش، وما كانوا فيه خمسة، ويدخل هكذا يدخل بصعوبة، يدخل بصعوبة باش يرقد معاهم. قال أنا ما تخرجش علي، أنا هكذا أنا الضيق هذا لازم نبدل البلاصة أنايا. كل يوم هكذا، كل يوم يجي في الليل بصعوبة باش يحكم المكان هذاك، بصعوبة يحكم هذاك المكان هذاك. قال لك أنا لازم نبدل البلاصة. راح يمشي. قال أنا ما نقدرش نزيد نبات مع خوتي، الضيق بزاف علينا، احنا في خمسة ولا في ستة في العش، ما قدرتش. راح يمشي في واحد الغابة، يمشي نبات لعراس، وشاف واحد العش هكذا، وهذاك العش فارغ مهجور. قال هذا عش كبير، هذا يليق بيا، هذاك بما فيه حتى واحد وكامل، نسكن هنا انايا وحدي، عندي ليد ساعة وحدي وكامل. راح سكن في هذاك، طلع في هذاك العش، ولا كل ما يبات في الليل كيلحق الليل او نائم هكذا ويحلم، يحلم يدير حلم، يحب هكذا شغل يخرج من العش، ولكن هو يمشي في العش والعش هذاك يزيد يكبر، ما صابش النهاية ديالو. شكون هذاك العش كبير، هو من بعد عاد يطلب ربي انه يصيب عش صغير، عطاله ربي عش كبير في الأحلام. وبعد قال يا إلهي واش هذا العش هذا اللي ما حبش ينتهي، هذا ما قدرش يوصل كاع للنهاية تاع العش. بعد فتن هكذا قال لا ما سحقش أنا عش كبير أنايا هكذا، ما نقدرش ما بنوصل للنهاية تاعو، أنا نرجع للعش مع خوتي، كنت مليح أنايا، كنت لاباس بيا أنايا، ما نقدرش لهذا العش هذا. شفتوا إذا نرجع للعش هذاك وعاش مع خوتي وصاب روحو سعيد. عمو يزيد، نستخلص من الحكاية أنه يجب علينا أن نقدر أهمية العائلة. برافو 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 بوبي، جاب لكم حكمة مليحة. يعني الإنسان مهما يكون عايش في الضيق، ولكن اللذة تاع العائلة وحلاوة المعيشة وحلاوة العيش مع العائلة، هذاك هو الصح، أنك تعيش مع العائلة نتاعك. ما تبقاش تخمم أنه الضيق ولازم نروح نخرج عليهم لأنه هما الضيق ورانا في بزاف ورانا في كذا ورانا في كذا. أهمية العائلة يا أطفال ما عندهاش حدود، أهمية العائلة كبيرة كبيرة جدا. يا أخي تحبوا العائلة تاعكم؟ برافو برافو. يا أطفال دركا لحقنا للوقت اللي لازم تجوا لعندي تحكوا لي النكت الجميلة تاعكم. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي روحي، تعالي جيبي لنا الميكرو عند بوبي. هلا تعالي بنتي، تعالي اقعدي معايا، قربي الميكرو. واسمك بنتي؟ نسرين. وين تسكني نسرين؟ سطاوالي. في سطاوالي، خيار الناس. حكينا النكتة تاعك بنتي. يطير بلا جناحتين ويبكي بلا عينين. هذا لغز، هذا مش نكتة، لغز. اوكي تعرفوه؟ قولي لهم. يطير بلا جناحتين ويبكي بلا عينين. قولي لي الغيمة. فوالا برافو، شاطرين. برافو. شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ أروحي بنتي، تعالي أروحي. واسمك الشاطرة؟ هند. وين تسكني؟ في بوسمعين. وشابة هكذا، شحال في عمرك؟ سبع سنين. الله يبارك، عروسة شابة شاطرة في المدرسة. هاي الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد المرأة قالت له، راح لوليدها قالت له روح شيل لي خبزة، وراح يشيلها يقول غير خبزة، خبط روحه في بوطو بدا يقول خبزة. من بعد راح كرم في البرونجي قال له اعطيني دبزة، حطه عطالو دبزة. اوكي شكون اللي عنده نكتة يا اطفال؟ تعالي بنتي، تعالي اروحي. واسمك بنتي؟ مايا.
مايا وين تسكني مايا؟ نسكن في بليده. في بليده مدينه الورود وما جبتيناش ورده. المره الجايه انا نستناو. اذا تحياتنا لكاع سكان مدينه البليده. هيا احكي لي النكته تاعك انت. عندي لغز. يلا. جدون تاع لانغوشا. جدون بالانغوشا؟ نو ان اوتر. واش هو؟ سي لا لون اون شوز كي توجور على بري مي الي توجور مويي. اه لا لونغ. آه، برافو. مرسي بنتي. شكرا شكرا شكرا. شكون عندها نكتة؟ تعالي تعالي أروحي بنتي وقعدي. واسمك؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ سيدي موسى. سيدي موسى خيار الناس خيار الناس. تحياتنا لكاع سيدي موسى. يا أخي يا أخي العروسة شاطرة شاطرة؟ آه شاطرة في المدرسة. الله يبارك. أعطينا النكتة تاعك. عندي أغنية. أغنية تفضلي. ما دواستي ما دواستي كم أحب ما دواستي اسمها دوما في شفتي أجد بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحياها ما دواستي فلتحياها ما دواستي ما دواستي ما دواستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحياها مدرستي لكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي. برافو بنتي برافو برافو برافو. هذه كانت أغنية مدرستي لعمو يزيد. برافو بنتي برافو برافو. تعالي 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 اللغز. ايه قولي لنا اللغز تاعك بنتي. حجابي ماما يطبق ترام بابا ما يتحسبو وخويا ما واش كنا نسمع. اه سما هذا سما. برافو برافو برافو. كاين واحد اخر. كاين واحد اخر ثاني قولي لنا. بابا ما يتحسبو خويا ما واش نجوم هادو. ايه واش الاخر ثاني؟ خويا مع واش كل مسمار. خويا واش؟ مع واش كل مسمار. واش هو هذا؟ الهلال. برافو بنتي برافو برافو. تعال 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 اروحي اقعدي. واسمك بنتي؟ صفا. صفا وين تسكني صفا؟ في بوسماعيل خميستي. اه خير ناس. احكي لنا النكته تاعك. ما عنديش عندي اغنيه. يلا. Éclair de la lune, mon ami Pierre, prête-moi ta plume pour écrire à maman. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bravo, 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 bravo. Ya atfal. Ma huwa al-shay' alladhi yatiru biduni ajniha? ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة؟ شو اللي عنده جواب؟ وش هو؟ يدس. وش هو؟ هذا المقص؟ لا لا مش المقص مش المقص. قولي لي. غيمة. الغيمة ممكن. دجاجة. دجاجة. شنو دجاجة عندها جناحتين؟ هذا شيء يطير بدون أجنحة. شيء يطير بدون أجنحة. سحبة. الغيمة قالتها. لا لا سحبة. لا لا سحابة. سحابة. لا لا سحابة. سحابة ماشي السحابة. وش هي؟ حمامة. الحمامة بدون أجنحة. لا لا حمامة عندها أجنحة وليدي. الغيمة. ها الغيمة. لا لا يطير بدون أجنحة. الغيمة. لا لا يطير بدون أجنحة. الأفعى. الأفعى الأفعى طير. قول وليدي. لا لا الأفعى ما طير. هذه حاجة طير بدون أجنحة. وش هي؟ دخان. الدخان. أروحي بنتي تعالي 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 تعالي. الشيء الذي يطير بدون أجنحة هو الدخان. الدخان. عمو يزيد هو يعطيك الكادو تاعك. أعطي لي عمو يزيد يعطيك الكادو تاعك. أروحي بنتي تعالي. كي مزروب على الكادو ديالك بنتي دوك عمو يزيد يعطوه لك. إذن هو الدخان. الشيء الذي يطير بدون أجنحة هو الدخان. حنا الشاطرة هذه عاودي عرفيهم باسمك بنتي. هند. هند. تصفيق على هند. تصفيق تصفيق. إذن قبعات مع عمو يزيد وكذلك
سيدي فيه أغاني عمو يزيد، فيه 22 أغنية عنوانه من حق الطفولة، إن شاء الله تستفادي بهم. يلا بنتي أتفضلي أتفضلي. ودركا عندنا عيد ميلاد فدوى، تعالي فدوى أرواحي، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع فدوى وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمرا ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذا الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذن فدوى لعقوبة المئة عام إن شاء الله. إذن بما أنك من الأطفال اللي رسلونا وبعتونا خمس قسيمات من علب حليب رامي واخترناها باش اليوم تكون معنا في عيد الميلاد، إذن رامي ممول الحصة يهديكي هدية هي عبارة عن تابلت كيدز تستفادي بها بنتي في كيس جميل هكذا. تفضلي بنتي فوالا. وعمو يزيد وعمو يزيد يهديكي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش تبقى لك ذكرى إن شاء الله. وانتم تاني يا أطفال كامل كي تخرجوا منا تسيبوا الشهادات تاعكم يستناو فيكم، كل واحد ياخذ شهادة باش يحتفظ بها كذكرى. برافو. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا نهار الثلاثاء المقبلة على الخمسة تاع العشية على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال، باي باي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.